سريعا نتطرق بقى عندنا كذا نقطه عايز اناقش حضرتك فيهم. بس سريعا، القاهره شهدت الحقيقه انطلاق اعمال المؤتمر العالمي الرابع لدار الافتاء، وكان ده بحضور وفود من 73 دوله، كانت في قاعه الماسا، كان يوم الثلاثاء اللي فات اعتقد. فعاليه المؤتمر الرابع اللي بتنظمه الامانه العامه لدور هيئات الافتاء في العالم التابعه لدار الافتاء المصريه برئاسه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. كان المؤتمر الحقيقه على مدار 3 ايام، وتم مشاركه العديد من الدول. اصداء مثل هذه المؤتمرات في اطار، طبعا انا دايما يعني الحاجات دي بالنسبه لي مرتبطه جدا، هنقول اكيد طبعا تجديد الخطاب الديني وتحديثه وشرحه بطريقه كويسه وطريقه تلائم عقول المصريين وطريقه الصحيحه، ايضا امانه علينا علشان مكافحه الارهاب يا فندم. فخلينا بس نقول صدى هذا مهم جدا مثل هذه المؤتمرات، بس الاهم هو تنفيذ التوصيات. يعني بصراحه ببقى شايف في توصيات مهمه جدا في مثل هذه المؤتمرات، ومهم جدا انه علماء المسلمين المسؤولين عن الفتوى في العالم الاسلامي يكون بيجتمعوا، لانه ده تبادل الاراء ده شيء مهم جدا، تقريب وجهات النظر، مساله البحث عن، مش هقول توحيد الفتاوى، لانه في النهايه كل يعني كل بيئه ولها ظروفها خصوصيتها الخاصه. لا، هم خرجوا بميثاق الميثاق العالمي للفتوى. بالظبط اللي انا اقصده انه ضروره انه يكون بقدر الامكان توحيد الفتوى في العالم الاسلامي، وخاصه في القضايا الجوهريه. يمكن ربما لاول مره في هذا المؤتمر التطرق الى الفتاوى التي تمس الحياه العامه، في الاقتصاد، في الاجتماع، في الثقافه، لانه العالم متطور الان جدا، واحنا دائما ما بنقول ان الاسلام صالح لكل زمان ومكان. بالزبط. فبالتالي انه يجب انه تتواكب الفتوى، تتطور الفتوى مع التطور الحياه الاجتماعيه والحياه الاقتصاديه والحياه الثقافيه، يعني والحياه بكافه مناحيها. فبالتالي هذا هو المطلوب. الجانب الاخر بصراحه شديده جدا كمان مساله، يعني زي ما بيقولوا، تأطير الفتوى، يعني نحدد من المسؤول عن إصدار الفتاوى، يعني بدل ما العشوائية احترام هذا النوع من الخطاب. ما أنا زي ما بقول لحضرتك دي أمانة إن أنا أشرح صح. أنت عندك عشوائية في الفتوى، مش يعني أي حد يقول أي حاجة في مسائل حرام وحلال وبيحرموا علينا عشتنا. فبالتالي هي مسألة محتاج إن أنا أحدد من المنوط عن إصدار الفتوى في العالم الإسلامي وفي كل دولة، وتجريم من يعني يتجاوز ذلك، على الأقل يبقى فيه عقوبات حقية، بدل ما احنا شايفين الفتاوي الرسمية في الفترة اللي فاتت وفتاوى أخرى ما أنزل الله بها من سلطان، مش عارفين مين دول اللي بيقولوها دول. ما هو يعني احنا برضو مش عارفين مين الأشخاص اللي بيقولوا الفتاوى. بس فكرة يعني التجارة بالدين، كله بيقول فتاوى للمصالح. لا يعني دي بقى الوقت ان احنا نتوقف. هو ده الحاجة التانية مهمة جدا اللي اتعملت، هو انطرح كمان فكرة القياس الفتاوي، المؤشر قياس الفتاوي في العالم الإسلامي. ده فرصة ان على الأقل انت تعرفي طبيعة هذه الفتاوي، وازاي يتم تنقيتها، وازاي يتم ترشيدها، وازاي يتم الاتفاق على يعني فتاوي معينة في العالم الإسلامي. فأعتقد انه ده مؤتمر مهم جدا، بس هو المرجو زي يمكن أشار لذلك وزير الأوقاف الدكتور خطاب، أنه كل ده يصب في صالح المجتمع. يعني عملا بحديث الرسول، أنتم أدرى بشؤون دنياكم. يعني الإسلام حط مبادئ وقواعد، يعني فبالتالي أننا شؤون الحياة لازم أن احنا الدين على فكرة شامل لكل حاجة، نطوع ذلك لخدمة الناس وخدمة المجتمع ومصالح الناس الأرض، لأنه المصالح الاقتصادية والقضايا الاجتماعية صح. الكثيرة جدا لازم نقول للناس، لأن الإسلام كمان عالج هذه القضايا، وفعلا زي ما سيادتك بتقول صالح لكل الأزمنة وكل الأوقات. ما توقفش عندي فتاوى قديمة أو فتاوى بتخدم لمصالح شخصية. لا طبعا، يعني ما يصحش نقول كده. طيب عندي بقى نقطتين هنا، يعني هم